طابت أوقاتكم. تقريبا انتصف سباق الدعاية لانتخابات الرئاسة. مر أسبوعان ولم يتبقى سوى 10 أيام على بدء التصويت بمصر، في حين أتم تصويت المصريين بالخارج يومه الثاني. وعلى مدار أسبوعين دخل كلا المرشحين الرئاسيين في سباق مع الزمن لحشد أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين. أما حملات المرشحين فقد كثفت من كل أساليب الدعاية المشروعة في كثير من الأحيان وغير المشروعة في أحيان أخرى، سيما بين مؤيدي المرشحين بالنقد تارة أو برصد الأخطاء وتصيدها، أو تارة بترويج يصل ربما إلى حد التشهير. فكل ما صدر ويصدر من وعن كلا المرشحين وعن المحيطين بالمرشحين خضع ويخضع للتحليل والتمحيص ولا بأس من التأويل. حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز أحداث اليوم، فأهلا بكم. أعلن المستشار رفاعي نصر الله مؤسس حملة كمل جميلك الداعمة للمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أعلن أن المؤتمر الجماهيري الذي ستنظمه الحملة غدا تحت اسم مهرجان أنصار السيسي قد يتم تغيير مكانه إلى منطقة الكربة بدلا من أمام قصر الاتحادية لدواع أمنية. صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم رصد بعض المواطنين الذين ارتدوا تيشرتات لتأييد أحد المرشحين خارج اللجان، وقد تم التعامل معهم لمخالفتهم القانون، لافتا إلى أن بعض الدول تمنع تواجد الناخبين خارج السفارات المصرية، وهذا حقهم وفقا للقوانين الدولية. أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن عدد الناخبين من المصريين المقيمين في الخارج الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية وصل في اليوم الثاني للتصويت إلى 107116 ناخبا حتى الساعة 3:30 من عصر اليوم الجمعة، ليتجاوز بذلك العدد مجموع من حضروا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور 2014. بشكل أو بآخر، احتشاد المصريين في الخارج أمام لجان الاقتراع سيعمل على زيادة الانتخابات المصرية الرئاسية منافسة وكذلك سخونة. في حلقة اليوم نرحب بالأستاذ تامر هنداوي المتحدث الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي. أهلا يا أستاذ تامر. وكذلك نرحب بالأستاذ لؤي أباضة عضو لجنة الشباب في حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. أهلا يا أستاذ لؤي. أهلا بحضرتك. أستاذ تامر، عاوز أبدأ معاك ب فكرة يعني رصدكم لإقبال المصريين بالخارج على مشاركة في الانتخابات الرئاسية، بترصدوها ازاي حتى الآن في يومها الثاني؟ في البداية احنا وجهنا التحية للشعب المصري العظيم والمصريين، الجاليات المصرية الموجودة في الخارج، لأنهم جزء أصيل من الوطن المصري. يعني هم تغربوا لأسباب خارجة عن إرادتهم، ليها علاقة بالفقر والجهل والتفصيل اللي كانت بتتم في هذا الوطن والفساد. بنرصد بشكل رئيسي الحملة، ليها مندوبينها في كل الدول بترصد حاجتين: حجم الإقبال، وبترصد لو في تجاوزات ممكن تتم او اخطاء اداريه ممكن تعيق العمليه الانتخابيه بشكل عام. وطلعنا بيان النهارده بنتكلم فيه على فكره الاقبال الجماهيري وبنحيي المواطنين، وبنتكلمنا فيه برضو على فكره بعض التجاوزات اللي هي زي الدعايه الانتخابيه اللي ممكن كانت تتم داخل السفارات، لكن في الحقيقه لما مندوبيننا في السفارات تواصلوا، المندوبين في اللجان الانتخابيه الخاصين بالحمله تواصلوا مع السفراء ومع المسؤولين، فعلا تم التعامل بشكل جيد مع الموضوع. يعني طيب، كان في بس عشان ننهي النقطه دي، كان في خبر يعني تردد على عدد من المواقع بيقول ان حمله صباحي طلعت بيان صحفي اكدت فيه صباح اليوم ان مرشحها تقدم اليوم الاول في السعوديه. انا الخبر البيان اللي طلع الوحيد من الحمله النهارده هو بيان وحيد من اللجنه الاعلاميه في حمله مرشح حمدين صباحي، اتكلمت فيه على حاجتين مهمين: رصد الاقبال الجماهيري اللي هو بعد اغلاق صناديق الانتخاب امبارح وصل في كل دوله او في كل سفاره او في كل قنصليه فيها لجنه انتخابيه العدد قد ايه. ما اتكلمناش على فكره تقدم مرشح على الاخر، لان خاص باللجنه العليا للانتخابات وخاص بالفرد. ممكن تبقى في تقديرات اوليه، بس التقديرات الاوليه دي المفروض انها ما تطرحش لانها مش معبره بشكل حقيقي عامه بداخل الصندوق. فرصدنا الارقام وما اتكلمناش فيه عن تقدم مرشح عن اخر، ورصدنا الامر الثاني اللي هو فكره التجاوزات اللي اتكلمنا عليها في النقطه 7. طيب استاذ لؤي، كيف ترصدون الانتخابات بالخارج في يومها الثاني؟
الحقيقه انا بدايه عايز ارحب بحضرتك او اشكر حضرتك يا استاذ محمد واستاذ تامر على الاستضافه دي، وسعيد بوجودي مع حضرتك، وعايز اكرر التحيه للشعب المصري اللي ابهر العالم في 25 يناير وفي 30 يونيو، وابهر العالم في استفتاء الدستور او في استفتاء على دستور 2014، واتكرر ده النهارده او اتكرر ده خلال ايام الاقتراع الاولى للانتخابات المصريين في الخارج في النزول بكثافه والتواجد وعدم التقصير، ان الشعب المصري عمره ما بيقصر في حق البلد، في عمره ما بيقصر في حق ان امتى يشوف انه هيقدر يدي، امتى يشوف ان مصلحه البلد متجهه لفين. حسب يعني حسب انا واحد من الشعب المصري، انا بشوف دايما ان الشعب عمره ما بيتاخر او عمره ما بيقصر في صالح البلد، وده اللي ظهر في نزول الشعب او نزول المصريين في الخارج في خلال يومين اللي فاتوا الخميس والنهارده، وما زال ده مستمر في بعض الدول طبعا. فده الحقيقه انا بشكر الشعب يعني باسم يعني واحد من افراد حمله سياده المشير عبد الفتاح السيسي، بغض النظر عن من كان الصوت لمين، لكن ده الحقيقه كان عرس ديمقراطي الحقيقه كلنا بنتشرف بيه قدام العالم كله. هو لقب المشير لا يسقط بالتقادم؟ والله لا يسقط بالتقادم، لان ده منصب هو تولاه. طبعا هو حاليا خارج الخدمة العسكرية، ولكن آخر منصب هو خرج به سيادة المشير على هذه الرتبة العسكرية. طيب أستاذ تامر تحدث عن ربما رصد الحملة لقليل فيما نظر يعني من تجاوزات، هل رصدتم أي تجاوزات؟ الحقيقة أي تجاوزات بالتأكيد إن احنا بنرفضها، لكن يعني أنا عندي اعتراض على كلمة تجاوزات، لأن الحقيقة أي تجاوز أو أي مخالفة للدعاية صح التعبير يعني ده وارد أو بيأتي من بعض المؤيدين، مش بشكل رسمي لينا أو مش من عن طريق أحد مناديبنا، فده يعني بيجي نتيجة للدعم الشعبي الحقيقة اللي ظاهر سواء لسيادة المشير، وخلينا نتكلم عن سيادة المشير، لأن الشعب يعني حسب ما بان ده على الاقل في استطلاعات الراي، احنا حتى الان لم يصدر او لم نجد نتيجه لتصويت المصريين في الخارج، ولكن حسب استطلاعات الراي كلها بتؤكد ان المصريين بيحبوا هذا الرجل. انا شايفك بتدون فمش هسال، عاوز تتعلق. انا عايز اتكلم على النقطتين. النقطه الاولى ان احنا لما اتكلمنا عن تجاوزات اتكلمنا على انها مش تجاوزات كبيره ما بتاثرش على العمليه الانتخابيه، هو يمكن استاذ لؤي قال يعني لفظ ادق مخالفات يعني خلينا بس ان يعني نستخدم كل واحد يستخدم الالفاظ اللي بتعبر عنه، لانه مش وافق على المخالفات، هي مخالفات هي تجاوزات ما فيش يعني. مشكله يعني. ففي النهايه قلنا ان احنا لما بلغنا التجاوزات كلها كانت من الطرف الاخر، انا ما بحملش الحمله الرسميه، انا بتكلم على الطرف الاخر هو اللي عمل التجاوزات دي، ليها علاقه بالتيشيرتات، ليها علاقه بالكبات، اعتقد السفير بدر عبد العاطي اتكلم في ده، اتكلمنا في مخالفات اداريه كمان تخص المواطن المصري المغترب اللي علاقه بان الجهاز يعطل وهو جاي من مسافه بعيده عشان يصوت، يعني اتكلمنا في الامرين. الجزء ده على فكره الصندوق الكرتوني، اتكلمنا على ان في صندوق غير شفاف وبعتنا بيه يعني رصدنا المخالفات دي وبعتنا بيها. في جزء بقى مهم جدا وهو فكره استطلاعات الراي. استطلاعات الراي خلينا نتكلم على ان استطلاعات الراي في مصر غير معبره تماما عن النبض الشارع المصري، وخلينا نتذكر ان استطلاعات الراي وكل المناظرين السياسيين اللي اتكلموا في الانتخابات الرئاسيه الماضيه اتكلموا على ان السيد عبد المنعم مفتوح هو صاحب الحظ الاوفر في الوصول لكرسي الرئاسه، وكان السيد عمرو موسى يليه، ويتبادلوا في استطلاعات الراي المكان الاول والثاني، وفي الحقيقه هم جم في المكان الثالث والرابع، يعني خلف كل صندوق الانتخابات المصريين جم بعكس ما توقعوا كل استطلاعات الراي، لان هي ما بتتمش بشكل علمي. الجزء الثاني ان اهم استطلاعات راي طلعت فتره اخيره منها مركز البصير على سبيل المثال لصاحبه مجد عثمان، دكتور مجد عثمان، خلينا نتذكر ان مجد عثمان عمل استطلاع راي مركز البصيره قال فيه ان 79% ان اولا في الانتخابات اللي سالنا عبد المنعم مفتوح هو صاحب الحظ الاوفر والنتيجه جت مخالفه، وقال ان 79% من الشعب المصري بايدوا سياسات محمد مرسي، والشعب المصري خرج وصار على محمد مرسي، وبالتالي كل استطلاعات الراي اللي هو اصدرها جاءت مخالفه للواقع. الجزء الثاني ان حتى يعني انت مبسوط ان استطلاعات الراي بتقول انها رايحه ناحيه السيسي؟ لا مش الدرجه دي، انا بس انا يهمني اكد على فكره ان مفيش استطلاعات راي في مصر في الحقيقه بتيجي معبره عن نبض الشارع. انا بقول بالامثله مركز البصيره اللي هو كل الناس اتكلمت على انه قال ان السيسي هو الاكثر حظا في هذه الانتخابات، جاء استطلاع هو نفس المركز اللي قال ان محمد مرسي المصريين راضين على سياساته رغم ان هم خرجوا ضده في ثوره 30 يونيو، هو اللي قال ان ابو الفتوح هو صاحب الحظ الاوفر في الانتخابات الرئاسيه الماضيه. الوطن جريده الوطن يعني لما عملت استطلاع الراي اللي هو كان على صفحتها على موقعها الالكتروني حصل ان اتقدم للسيد حمدين صباحي، وبعد كده حصل عطل فني في الـ في الـ في الموقع كلنا عارفينه، والجريده نشرت ان في عطل فني تم لمده نص ساعه. المصري اليوم السيد حمدين صباحي كان متقدم لحد امبارح، ما شفتش النتيجه النهارده، وبالتالي انت بتتكلم على حاجتين، استطلاعات راي غير معبره تاريخها معانا نفس المراكز ونفس المواقع غير معبره عن النتائج الحقيقيه اللي بيطلع بيها الصندوق،
الامر الثاني ان في الحقيقه صندوق الانتخابات في مصر يعني هي ما بتسيرش بشكل عملي. الحاجه الثانيه ان صندوق الانتخابات في مصر هو في الحقيقه صاحب النتيجه النهائيه والاخيره والحقيقيه. تمام استاذ لؤي، يمكن استاذ تامر تحدث عن فكره المخالفات، فكره انزعاج الحمله من ذهاب الكثير خلينا نقول يعني الى لجان الاقتراع رافعين صور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، حتى وصل الامر الى ربما تيشيرتات او كابات او ما شابه، حتى ربما كان في دعايه اعلانيه خارج اللجان. الم تنزعج حمله المشير السيسي من مثل هذه المخالفات؟ الحقيقه برضه هاكد تاني ان التجاوزات او المخالفات زي ما قلت في الاول دي احنا بنرفضها، وبالتاكيد ان هي بتكون في غير مصالح العمليه الانتخابيه. ولكن انا برضه ما زلت باكد تاني ان اي تجاوزات، وتحديدا على مساله الصندوق الكرتوني اللي حضرتك اتكلمت عنه، ده حصل نفي من السفير بدر عبد العاطي ان ده كان موجود، وان دي يعني اعتقد ان هي كانت لصوره مش موجوده في احد المقار الانتخابيه في الدول الخارجيه. وتاني بقول انا احنا بنرفض اي تجاوز واي مخالفات، وليس دفاعا عن الحكومه كويس. لان احنا بالتاكيد الحكومه هي جهه محايده. بتشوف سببها ايه مثل هذه المخالفات، ايه سببها؟ يعني انا الحقيقه مش هبرر، واحنا مش هندافع عن الحكومه، لان بالتاكيد الحكومه هي في المرحله دي هي جهه محايده. وانا عايز اقول ان بالتاكيد بيحصل مخالفات، يعني بيحصل نتيجه لاي سبب إن كان، لكن طبيعي ان احنا نلاقي مخالفات. وده طبعا مش تبرير، ولكن نتيجه للضغط، نتيجه ممكن نقول لضيق الوقت، نتيجه يعني انا مش ما عنديش تبرير ليها. وبرضه باكد وبكرر على رفضنا لاي مخالفه للعمليه الانتخابيه. وبالنسبه للنقطه اللي اتكلم فيها استاذ تامر، مساله استطلاعات الراي، انا برضو باكد عليها ان استطلاعات الراي دايما بتؤكد، او كل استطلاعات الراي بتؤكد تفوق سياده المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. وعايز اقول يعني تحديدا على الانتخابات السابقه، الانتخابات الرئاسيه السابقه اللي كان بيتكلم عنها استاذ تامر، ان ده ان الراي العام نفسه هو اللي اتغير. يعني حصل ايا كان التفاصيل اللي حصلت مع مرشحين سواء السيد عمرو موسى او دكتور عبد المنعم، حصل ما يكون قد يعني تسبب في خفض شعبيتهم. لكن بالتاكيد انا برضو ما زلت باكد على استطلاعات الراي. ولو سمحت لي عايز اصحح معلومه بس، انا عضو تنظيم مركزي وليس لجنه الشباب. طب استنى نصلحها مع بعض، سيادتك لست عضو لجنه الشباب في حمله المرشح عبد الفتاح؟ التنظيم المركزي لحمله سياده المشير عبد الفتاح السيسي. تفرق في ايه؟ التنظيم المركزي هو مدير التنظيم الاستاذ محمود فراج. احنا يعني المسؤولين، وده طبعا في المقر الرئيسي لسياده المشير، احنا متواصلين مع كافه اللجان او كافه المقرات الانتخابيه لسياده المشير. تمام. في على مستوى مصر كلها. كويس. احنا كنا سلمنا او مسؤولين عن توكيلات سياده المشير اللي اتقدمت للجنه العليا. طب كويس كده، يعني كده ممكن ناخد راحتنا خالص في الاسئله. طيب كويس، بعد الفاصل هنكمل. فقط تذكير، رئيس مصر القادم ايا من سيكون هو الرئيس الثامن في الجمهوريه المصريه. بدات الجمهوريه المصريه بمحمد نجيب، ثم جمال عبد الناصر، ثم انور السادات، ثم صوفي ابو طالب، ثم حسني مبارك، ثم محمد مرسي، ثم عدلي منصور، وفي انتظار الرئيس الثامن. رصدت حملة حمدين صباحي انتظام سير العملية الانتخابية وتصويت المصريين بالخارج في عدد من الدول، وتعاونا مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المصرية. وأفاد مندوب الحملة بدول إنجلترا وبلجيكا والسويد وفنلندا والدنمارك وألمانيا وجود إقبال من المواطنين على التصويت في أول أيام تصويت المصريين بالخارج. أعلنت الحملة الرسمية للمشير السيسي أنها لم ترصد أي تجاوزات فعلية لعملية اقتراع المصريين بالخارج حتى الآن. وأكد عبد الله المغازي المتحدث الرسمي للحملة أن الحملة لم ترصد أي تجاوزات خلال اليوم الأول لانتخابات المصريين بالخارج، عدا وجود عدة شكاوى حول طول الطوابير أمام لجان الاقتراع. قال حسام مؤنس عضو حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي إن مؤشرات تصويت المصريين في الخارج في اليوم الأول لها جاءت إيجابية لصالح صباحي. بشكل من الرصد من دون تحليل، يعني هنجد ربما إن في عدة
ما يعني ما يمكن تسويته بالشكاوى تم تقديمها، او من الاعتراضات، او من ابلاغ من عن تجاوزات تم تقديمها من جانب حمله المرشح الرئاسي حمدين صباحي، انما لم نجد اي ربما شكوى او يعني ابلاغ بتجاوز تمت حتى الان من حمله المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وهنا يمكن السؤال يا استاذ تامر، هناك من يقول ان ثمه من يوجد داخل الحمله يريد دائما اطفاء زي كده، يعني صورة المظلومية، ان هذه الحملة مظلومة، هذا المرشح مظلوم دائما، يعني تفرق في ايه صندوق واحد ويطلع في الاخر مثلا مش تبع اصلا اللجنة، دائما في استباق لحالة المظلومية. لا، اولا يعني فكرة المظلومية دي مرتبطة بالضعف واحنا مش ضعف. طيب يعني حملة السيد حمدين صباحي حملة قوية، مرشحها قوي، بيسعى للفوز وبنسعى ان احنا نفوز في الانتخابات باراده باذن الله وإرادة الشعب المصري العظيم، وبالتالي موضوع ملوش علاقه بفكره المظلوميه، الموضوع له علاقه بفكره ان انت بترصد كحمله. مهمه اي حمله انتخابيه في الحقيقه انها ترصد حاجتين، انها احنا جزء من الوطن، بنحاول نعبر عن راينا، بنحاول نخوض انتخابات، وبالتالي احنا عندنا نقطتين رئيسيتين، ان احنا نشجع المصريين ان هم يخوضوا الانتخابات، وندعو المصريين ان هم يخوضوا الانتخابات في الخارج وفي الداخل، بحيث انها تطلع معبره عن راي الشارع المصري، تكسر كل الكلام اللي بيتقال حوالين ان الشارع المصري ممكن يبقى ضد هذه الانتخابات او رافضها، او ان الشعب المصري كسر فكره ان هذا انقلاب، لا دي ثوره وموجه ثوريه في 30 يونيو، دي النقطه الاولى. وبعدين انتخابات رئاسيه معبره فيها تنافس شريف للشعب المصري بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو. الجزء الثاني ان لو في مخالفات احنا دورنا ان احنا نرصدها بمنطق الرصد، ان احنا نصحح العمليه الانتخابيه، احنا بنجرب في العمليه الانتخابيه، اعتقد ان كل مره هنمارس فيها الديمقراطيه وهنمارس فيها وهنمارس فيها انتخابات هتبقى افضل من المره اللي قبلها، وبالتالي احنا دورنا مش ان احنا ننافس في الانتخابات بس، دورنا ان احنا نصحح مسار العمليه الانتخابيه للافضل عشان المصريين يحققوا الديمقراطيه بشكل افضل ويعيشوا جو انتخابات نزيه بشكل افضل. طيب بعد اسبوعين من الدعايه الانتخابيه هنجد ان ربما في مقطعان مصوران للمرشحين هما الاكثر تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع بينال من او يعني هناك من يقول انه ينال من المرشح عبد الفتاح السيسي، ومقطع هناك من يقول انه ينال من المرشح حمدين صباحي. حرصنا ان احنا ناخد المقطعين وناخد تعليق من الحملتين عما يعني هو موجود في التواصل الاجتماعي. نبدا بالمرشح عبد الفتاح السيسي عند حديثه عن البطاله وفكره الاتهام الدائم من ان الرجل اميل الى التلميح اكثر من ميله الى التصريح. اسئله سريعه، يمكن هتعمل ايه في البطاله؟ عندنا نسبه معدل بطاله عالي جدا. طيب انا طيب يعني لما اجي اقول ايه اكمل حته برضو خاصه كده بال تخيل حضرتك ان انا دبرت في خلال شهر ولا حاجه 1000 عربيه، ال1000 عربيه دول تروح سوق العبور مثلا كمركز للكده، ويتم تدبير مواد غذائيه لهم، خضروات وكلام من هذا القبيل، في عربيه فيها تبريد بيسوقها رجل او شاب وجنبه اتنين بيساعدوه، يروحوا الاماكن اللي احنا بنتكلم عليها دي باسعار اماكن الفقيره، يعني الاماكن الدنيا انا بتكلم في 1000 عربيه. ما برضه سؤال مين اللي هيجيبهم يا فندم؟ نعم الـ1000 دول مين يملك الـ1000 عربيه ومين اللي هيشغل؟ ده مين اللي هيعمل المشروع ده؟ بس ان الدوله كانت فاشله طول انا عايز اقول للدوله ابدا، ده انا بقول له خد العربيه اهي انا بساعده، بقول للبنك موله، خد العربيه اهي، العربيه دي 80,000 جنيه 100,000 جنيه اكتر او اقل، بقول له خد العربيه انتوا الثلاثه وانتوا اشتغلوا بالطريقه ديت وبيعوا هنا وادفع قسط للبنك عشان الدنيا تمشي. انا بتكلم على ايه؟ على فكره ازاي احسس المواطن اللي حضرتك بتتكلم عليه وانا شايفه بان ممكن الدنيا تتحسن عن كده. بس لو على لكن احنا بنتكلم، انا بتكلم على دوله مستقره واليات عمل وسوق لدوله. بس انا بحل مساله دلوقتي عاجله، يعني على ما ياخد القرض من البنك حضرتك هتعمله برضه، على ما التاني يشتغل وانا هشتغل وهنزل. يلا انا عارف انا بعمل ايه انا اسف بقى. ليه اسف ليه؟ ده احنا عايزين نعرف. انا ايوه هعمل 1000 عربيه هيجوا دلوقتي هنجهزه دلوقتي كده شكلهم متجهزين والله. فكره انا عارف انا بعمل ايه، يعني هي دي الفكره اللي ربما بيتم استغلالها من قبل مش هقول حمله بقى صباحي، انصار صباحي في الترويج يعني باخطاء المنافس. هاخد منك تعليق يا استاذ لؤي. الحقيقه انا عايز اقول ان رد سياده المشير على مساله البطاله في اللقاء ده الحقيقه هو كإدى مثال، هو بالتاكيد ان ده عمره ما هيكون مش المثال بالتاكيد، لكن هو إدى مثال لاحد المشروعات او لاحد الافكار الموجوده
في برنامج سياده المشير اللي هتسهم في الحد من مشكله البطاله، لان احنا زي ما احنا عارفين ان مشكله البطاله هي احد اكبر المشاكل اللي بتواجهها مصر الفتره الحاليه، وكانت طبعا من اسباب ثوره 25 يناير و30 يونيو. فالحقيقه انا عايز اقول ان الشعار عندنا وده اللي احنا بننتهجه، وكل واحد فينا بصراحه كحمله مش بس سياده المشير، واحنا طبعا بنستقيم من سياده المشير اللي هو الافعال وليس الاقوال. طيب بغض النظر عن ان احنا نقول هنعمل وهنعمل وهنعمل، اعتقد ان احنا وخصوصا الفتره اللي فاتت شبعنا وعود بالظبط. لا فكرة أنا عارف أنا بعمل إيه، حتى لم يفصح الرجل عن كيف سيتم توفير الألف عربة، حتى لو كانت هذه الألف عربة ستسهم فقط في حل المشكلة، يعني حتى هذه النقطة ما ألمح إليها لم يصرح بها. عندك تعليق؟ لا أعتقد أن هو يعني أنا شايف أن هو مهلة السنتين اللي سيادة المشير حطها لشعور الشعب المصري أو لشعور المواطن المصري بتقدم وتحسن في حالته أو في وضعه وتحسن في البلد نفسها، اعتقد ان دي كافيه للرد على كل المشكلات، مش هنقول بقى على البطاله تحديدا، لكن دي كافيه للرد على كل المشكلات. هل ممكن يكون فهم خطا الاجابه، يعني فهمت خطا؟ وارد ان يكون التعبير ما كانش الافضل، لكن هو وسيله، وبالتاكيد ده موجود في الانتخاب، في البرنامج الانتخابي. ما هو اصلا في برنامج؟ في برنامج، ولكن الفرق او الفكره ان احنا اعتمدنا على حل الازمات. برضو انا هرجع تاني واقول احنا شبعنا برامج براقه وبرامج تقريبا بتكون كلها واحده هنحل المشاكل كلها والوضع هيتحسن بغض النظر عن اليه التطبيق ده. كويس. فالحقيقه لا، الفرق هنا او الوضع مختلف في حمله سياده المشير، هو ان احنا هنا بنلتهج منهج حل الازمات اللي اتكلم عنها زي اود عنها مثال سياده المشير في لقائه. رائع. لم تجبني، هل هناك برنامج ولا لا؟ في برنامج طبعا، بالتاكيد في برنامج. هيطلع امتى؟ طيب في برنامج عمل. لكن في خطه عمل يعني. ده بالتاكيد. كويس. ده موجود. طيب طيب انا يعني عايز ابدا من النقطه دي حوالين فكره البرنامج، لان الموضوع له علاقه بتفصيل حل مشكله البطاله، وبالتالي مش عايز اعلق على الكلام اللي قاله السيد عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي، عشان ما ندخلش في جدل حوالين فكره ان هل الكلام ده يليق في برنامج ولا لا، وهل الحل ده يعتبر حل لمشكله البطاله، هل ضرب مثال ولا لا. مش هدخل في التفاصيل دي، هدخل في تفاصيل فكره البرنامج الانتخابي. احنا حتى الان وحضرتك يعني في مقدمه البرنامج قلت ان احنا في منتصف فتره الدعايه الانتخابيه، لا نعلم برنامج السيد عبد الفتاح السيسي، لم يخرج علينا برنامج، في لحظه قالوا ان في برنامج، وفي لحظه اخرى قالوا ان ما فيش برنامج، في لحظه قالوا هنعلن البرنامج، وفي لحظه قالوا لا اعلان البرنامج دلوقتي يؤدي الى اثاره الجدل، وبالتالي ما فيش يعني انا بالنسبه لي ما فيش برنامج انتخابي. فخلينا نتكلم على فكره ان من حق المصريين ان هم يشوفوا برامج انتخابيه، ولازم نفرق هنا المصريين ما بين فكره الوعود الانتخابيه والبرامج الانتخابيه. الوعود الانتخابيه اللي انا اقول والله زي اللي كان بيمارسها الاخوان وفلول الحزب الوطني في فكره ان احنا هنعين موظفين، هنعين مش عارف مين، هنعمل ايه. انما البرنامج الانتخابي هو برنامج قاري مشاكل الوطن بشكل جيد، عنده اسس، عنده تفاصيل لحل الازمات، عنده سياسات اقتصاديه واجتماعيه وخارجيه بيتبناها وليه رؤيه في ده، وعنده كمان مصداقيه، لانه يبقى المرشح عنده 40 سنه بيدافع عن هذه الشعارات. يعني حتى لو تشابهت البرامج، يعني كنا نتمنى ان يكون في برنامج للمشير السيد عبد الفتاح السيسي، ونتمنى لهذا الوطن ان يكون التنافس بين برنامجين الحسن والاحسن، ويبقى في تنافس، المواطن بيختار الافضل بالنسبه له. انما لما وجود برنامج ده مخلينا داخلين في دايره مصمطه، يعني السيد عبد الفتاح السيسي حتى الان بالنسبه لنا توجهاته وانحيازاته بالنسبه لنا هو صندوق مصمت. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان حتى اذا تشابهت البرامج، رغم ان ما فيش برنامج حتى الان ظهر لنا وكنا نتمنى ان يظهر برنامج، حتى لو تشابهت البرامج برجع اشوف مين المرشح اللي هو مصداقيته ان هو دافع عن هذه الشعارات 40 سنه، دافع عن العمال والفلاحين وقضايا الانحياز الاجتماعي 40 سنه، دخل السجون من اجل هذه القضايا، وبالتالي هو اختار انه يدافع عن هذه القضايا وهو بره السلطه، كان اختياره. وبالتالي اذا تشابهت البرامج فارجع اشوف تاريخ المرشح هو كان واقف مع مين واقف ليه. فانا رايي ان هذا التعليق على هذا المقطع الفيديو ان احنا كنا محتاجين نشوف من السيد عبد الفتاح السيسي برنامج انتخابي يعبر عن حيازاته بشكل واضح، يعبر عن سياساته اللي بيتبناها بشكل واضح على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى العلاقات الخارجيه وعلى مستوى دوائرنا العربيه والافريقيه والتفصيل بشكل عن يحل ازمات الطاقه والبطاله. احنا مقدمين برنامج، لو تسالني في التفاصيل دي اقول لك احنا 1 2 3 عندنا على المستوى الاقتصادي، احنا مقدمين 3 برنامج اقتصادي وطني قائم على استغلال امكانياتنا افضل استغلال وتوزيع عادل للثروه،
قايم على فكره عمود القطاع العام واعاده تدويره بميزانيه محدده، قايم على فكره قطاع خاص بس مش قايم على فكره النهب والفساد، على التعاون مع الدوله في شراكه وطنيه حقيقيه يقدر يجعل مصر من كبرى الاقتصادات العالميه، قايم على فكره تعاونيات ومشاريعات كبرى وصغرى، 5 مليون مشروع عارفين تكلفتهم منين. وهنا التفاصيل، لما يتكلم عن برنامج انتخابي بيتكلم عن توجهات وانحيازات، بيتكلم عن سياسات واضحه، بيتكلم عن سياسات بتتبناها على المستوى الاقتصادي والعلاقات الخارجيه والسياسه الداخليه، بتتبنى عن تكلفه للمشروعات اللي انت بتتبناها واضحه جدا. هاخد منك تعليق اخير في الحته دي، فكره ان انصار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نظروا الى كلمه انا عارف انا بعمل ايه في الخانه الايجابيه، ربما انتم طرحتموها في الجانب السلبي، ان الرجل لا يشرك يعني ناخبه في ادوات فكره حتى او برنامجه، انما من يروج لهذا المقطع من قبل انصار المرشح السيسي بيقول انه رجل دوله، انه رجل يمتلك ادواته، انه حتى عارف الحل ايه. وعندنا فاصل هاخد منك تعليق 30 ثانيه. طيب انا اولا بس بعترض على فكره رجل دوله، لان في الحقيقه كل اللي غيروا في بلدانهم بعد ثورات عظيمه او بعد ظروف مرت بها الدول ما كانوش من اجهزه الدوله، واحنا هنا بنتكلم عن رجل دوله باعتباره انه ابن اجهزه الدوله. تحدثنا عن اجهزه الدوله في مصر، فاجهزه الدوله هي كانت فاسده، هي اللي وصلتنا للحال ده. احنا بنتكلم عن رجل دوله بمنطق ان هو له توجه سياسي، ما هو موظف، ما هو مبارك كان رجل دوله بالمنطق ده، مبارك كان ابن مؤسسه عسكريه اللي احنا كلنا بنحترمها هو بنقدرها، كان رجل من أجهزة الدولة وأفسد مصر لمدة 30 سنة. هنا من يمتلك سياسات واضحة هو رجل الدولة، من يمتلك رؤية واضحة لحل المشكلات هو رجل الدولة. فيعني ده بشكل واضح. الجزء الثاني ضربتي مثال واحد ليه؟ ليه ما قلتش مثلا جمال عبد الناصر كان رجل الدولة؟ لا، جمال عبد الناصر قائد الثورة، وهنا الاختلاف. لا، جمال عبد الناصر كان قائد الثورة، كان يعني عمل ثورة والشعب انحاز لجمال عبد الناصر في 23 و52، وكان عنده سياساته واضح جدا في رؤياه وانحيازاته الاجتماعية. ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني إن بصراحة هنا لما اتكلمنا إن رجل الدولة يعرف ما يريد، إحنا مش عايزين رجل دولة، احنا عايزين دولة، مش عايزين دولة الرجل، احنا عايزين دولة يقودها مؤسسات، وبالتالي بنبني دولة المؤسسات. انا اعتقد ان هو حرم المواطن المصري من انه يتعرف على برنامجه الانتخابي. عندك تعقيب؟ عندي تعقيب. طيب 30 ثانية يا جماعة، معلش الفاصل اتفضل. تحديدا على مسألة فساد اجهزة الدولة، بالتأكيد ما حدش ينكر ان في فساد، وليس فساد الاجهزة بشكل عام او بشكل كامل، لكن بالتأكيد انه كان هناك فساد، وكان ده احد اسباب قيام ثورة 25 يناير. لكن اذا كنا تحديدا بنتكلم على رجل كان على رأس المؤسسة العسكرية في مصر، اللي هي في جميع الاحوال او في جميع الاوقات كانت دايما بتقف في صالح الشعب المصري، فاعتقد ان هنا الوضع مختلف. اذا كنا بنتكلم على رجل دوله، هو بالتاكيد رجل دوله، ورجل مؤسسه، رجل دوله خارج من المؤسسه، اعتقد ان هي صعبه قوي ان احنا نتكلم في فساد مصر. انا شويه قلت ايه بس عندنا فاصل. طيب للتذكير، الرئيس القادم هو الرئيس 18 أو الحاكم 18 لمصر، هو الحاكم 18 لمصر منذ نهضتها الحديثة من عام 1805 على يد محمد علي. أكد كريم السقا عضو لجنة الشباب بحملة المشير عبد الفتاح السيسي أن اللجنة ستهدف غدا توزيع اللمبات الموفرة على المناطق الشعبية في القاهرة ومحافظات بحري ومدن القناة وبورسعيد والدلتا، مشيرا إلى أن اللجنة تعتمد على الآلاف من المتطوعين الذين سيشاركون في توزيع اللمبات من خلال أتوبيسات تتوجه للمناطق الشعبية. رصدت حملة حمدين صباحي عددا من المخالفات أمام السفارة المصرية بالأردن، مؤكدة في بيان لها أن هناك كابات توزع أمام القنصلية المصرية عليها شعار المرشح المنافس تحيا مصر، مما يعتبر اختراقا لقوانين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بحظر الدعاية أمام مقر التصويت. عقدت أمانة حزب النور بكم حمادة بمحافظة البحيرة اجتماعا موسعا ضم أمناء الشياخات واللجان لبحث فعاليات الأمانة في حملة دعم المرشح الرئاسي السيسي ضد المرشح الرئاسي المنافس صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بعد انتصاف فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات الرئاسة المصرية، وزي ما قلنا في الفقرة السابقة ان في بعض المقاطع بيتم يعني استغلالها كتنافس انتخابي من قبل طبعا المنافس يعني او حملة المنافس او انصار المنافس، برضو في فيديو شهير جدا للمرشح المرشح حمدين صباحي، وكان في نفس القناة، قناة السي بي سي المصرية، وحينها ربما قيل ان
الرجل ربما يكون متسرع بعض الشيء في بياناته، في يعني توصيفاته، ربما لا يتمهل، ربما يعني متأثر بروحه الثورية الدائمة والنضالية. نشوفه دي. وجودي على رأس السلطة لو ربنا شاء وأصوات شعبنا طبعا هو النتيجة الطبيعية لوطن محترم وشعب محترم. هو احنا عملنا ثورتين نطلب دولة مدنية، ايه الأولى بينا؟ ان احنا نجيب واحد من قلب الشعب اللي عمل الثورتين. ده صح المصري. يعني حضرتك شايف انه المشير السيسي مدني ولا مش مدني في هذه الانتخابات؟ كل واحد اترشح وفقا للقانون من حقه يقدم نفسه باعتباره رجل مدني. حضرتك شايف ايه؟ انا اللي يهمني اللي شايفه الشعب، انا اللي شايفه ان التعبير عن سلطة مدنية ديمقراطية تعمل عدالة اجتماعية تقيم دولة ديمقراطية تحترم الحريات هو انا. المشير السيسي يتحدث عن نفس المبادئ والاهداف. خلي بقى الناس اللي تصدقوا فينا تقف معاه. يعني وجودي على رأس السلطة هي النتيجة الطبيعية لشعب محترم ولبلد محترم. ربما هذا التصريح أزعج الكثيرين سيما من أنصار طبعا ومؤيدي المرشح فتحي السيسي. تعليقك يا أستاذ تامر. هو أنا أعتقد أن التصريح معناه بالمعنى الحرفي، يعني أن وجودي على رأس السلطة في مصر أو نجاحي في الانتخابات أو اختيار الشعب المصري ليا هو طبيعي بعد ثورتين قام بيهم الشعب المصري، ثورة 25 يناير وموجتها الأعظم في 30 يونيو. كانت الثورة دي قامت من أجل أهداف معينة، فبالتالي عليها عشان توصل للثورة للسلطة إنها تختار من بين قادتها، من بين من خاضوا تجربة النضال لمدة 40 سنة، من خاضوا تجربة النضال في الميادين من أجل إسقاط حسني مبارك ومن بعده محمد مرسي، إسقاط 30 سنة من الفساد على يد نظام مبارك، وبعد كده إسقاط فساد جماعة الإخوان المسلمين اللي مر خلال سنة. وبالتالي هو يتحدث بيقدم نفسه للشارع باعتبار مميزاته، وأعتقد إن كل مرشح علينا يقدم مميزاته، وهو إن هو ابن المعارضة المصرية، ابن النضال المصري، ابن الحيازات الاجتماعية مع العدل ومع الفقراء ومع الطبقه المتوسطه وضد الفساد والاستغلال والاستبداد، ابن الثوره المصريه وابن الميدان المصري، ولم يسقط على الثوره بباراشوت. وبالتالي هو يتحدث على انه هو الممثل الان، لا يحتكر الثوره لنفسه لكنه هو مرشح من الثوره، وهو ده نص اللي بيقوله دايما، انا مرشح من الثوره لا احتكر الثوره، انا امثل الشباب ولا احتكرهم. يعني لا بس لا اسمح لي، هناك من يتهم المرشح حميد صباحي بانه يحاول احتكار الثوره. لا لا هو انت حالا بتقول ان هو ابن الثوره ولم ينزل عليها بباراشوت. انا وفي حد نزل على الثوره بباراشوت. اتفضل. لا اتفضل اتفضل استاذ سليم. اولا انا هو نصا ونراجع كلمات السيد حميد صباحي، هو قال شعب محترم و انا مرشح حتى في الجزء الاخير انا مرشح من الثوره ولا احتكر الثوره. طيب وبالتالي لا يحتكرها ليه؟ لان كان ممكن مرشح من يبقى في مرشحين في المره دي من الثوره، بس هو الحقيقه اتقفلت المره دي على اثنين مرشحين بس. ليه اتقفلت على اثنين مرشحين بس؟ ده سؤال مهم جدا. اولا في سؤال مرتبط بفكره ان التيار الاسلامي بعد ان رفض بمجمله يعني او الجزء الاكبر منه جماعه الاخوان او كانت الممثله الرئيسيه للتيار الاسلامي السياسي في مصر رفضت الاعتراف ب 30 يونيو وخرجت على الاراده الشعبيه ورفضت الاعتراف بها ومارست العنف ضد المصريين وترويع المصريين، وبالتالي هي خرجت من المعادله السياسيه، فما اصبح ما لهاش مرشحين. كان المره اللي فاتت بتمثل بمحمد مرسي وعبد المنعم مفتوح وتمثل بسليم العوض، دكتور سليم العوض. جزء اخر ان هناك اتجاه عام يظهر ان الانتخابات محسومه من البدايه، فيعني في اتجاه عام كان يحاول يعني انا عايز اقول لحضرتك ان في ناس كانت موجوده في الحكومه تؤيد السيد عبد الفتاح السيسي ولم تستقيل من الحكومه. صحيح بعد اعلان السيد عبد الفتاح السيسي لم تعلن رؤيتها ورغبتها في تأييد السيد عبد الفتاح السيسي، لان احنا اول لقطه عملناها كانت مرتبطه بفكره محافظ الوادي الجديد اللي عمل توكيل، لكن في الحقيقه هم اعلنوا تأييدهم قبل السيد عبد الفتاح السيسي ما اعلنوا ترشحه، واعلنوا رغبتهم في ان السيد عبد الفتاح السيسي يبقى رئيس مصر، وبالتالي ما استقلوش من منصبه. فاحنا بنعبر بشكل واضح، نحن نقدم انفسنا للشارع المصري باعتبارنا اولا واضحين، نقدم برنامج انتخابي، نقدم انفسنا بتاريخنا النضالي على مدار 40 سنه، نقدم انفسنا باعتبارنا ابناء الثوره المصريه وجزء من نضالها. طيب. نقدم انفسنا باعتبارنا نمتلك برنامج انتخابي ينحاز العدل الاجتماعي، ونريد من المرشح الاخر ان يقدم نفسه بتاريخه وبانحيازاته وبرنامجه الانتخابي. طيب لم تجبني على سؤالي، عاوز منك تعليق. واضح. وصولي الى السلطه هو النتيجه الطبيعيه لشعب محترم ولوطن محترم. يعني اقول لك بس حاجه، انا لؤي ما حفظ الألقاب لؤي قال والله يعني ان ربما يكون المشير يعني اخطا في هذا الكلام او يعني لا فهم خطا او اخطا في التعبير. انا اعتقد ان هو كان مفترض ان التصريح يبقى يعني وصولي الى السلطه نتيجه طبيعيه
لمصر بعد ثورتي 25 يناير وجيت الاذن 30 يونيو، ودي تبقى الطبيعه. والطبيعي ان هو عشان بس نبقى واضحين، مفيش مرشح هيقدم نفسه للانتخابات لا يرى في نفسه الكفء والضمانه لتحقيق اهداف الثوره مثلا او، وبالتالي هو يرى في نفسه ذلك. والسيد عبد الفتاح السيسي وحملاته ترى ان هو الافضل لمصر في اللحظه التاريخيه دي، ده الطبيعي. اذا لم نقدم نفسنا ونحن عندنا ثقه في انفسنا اننا الافضل او على الاقل نمتلك البرنامج الذي يخرج مصر من دائره التبعيه والفساد والفقر والجهل والبطاله، فلماذا نقدم انفسنا؟ كويس. بس مثلا المرشح الاخر وحملته ما قالوش والله لو المصريين انتخبوا حمدين صباحي هيبقوا غير محترمين؟ لا، بس انا عايز اقول لحضرتك صح ولا غلط؟ لا 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 كويس. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اذا كنا الحمله الاخرى تتحدث على ان السيد عبد الفتاح السيسي هو المرشح الرئيسي في مصر، الحكومه تجاوزات من الحكومه ومحافظ الوادي الجديد يعلن، ويعني انت بتتكلم على مرشح بيقدم نفسه للمصريين بيقول لهم انا مين، في المقابل في انحيازات وتجاوزات احنا مش عايزين نتكلم عنها. اتفضل يا دكتور. طيب انا عايز اقول كلنا ابناء الثوره، تمام، وان الثوره ليست حكرا على احد. صحيح. دي النقطه اللي عايز اقولها فيما يخص تصريح السيد حمدين صباحي. وعايز اقول ان اذا كان السيد حمدين صباحي بيعتبر نفسه احد قاده ثوره سواء 25 يناير او 30 يونيو ف او احد من كان او احد من كانوا في او من نزلوا ضد الانظمه في الثورتين، فاعتقد ان سياده المشير عبد الفتاح السيسي وما له من دور هو بيعتبر قائد لثوره 30 يونيو وانحيازاته طبعا للشعب المصري. واعتقد برضو ان هو كان مدير مخابرات في فتره 25 يناير، وكلنا عارفين موقف المجلس العسكري في ثوره 25 يناير. اما بالنسبه لنقطه الانحيازات احد اعضاء الحكومه، طبعا برضو ما زلت باؤكد وما زلنا ده اتجاه عام في الحمله لرفض اي تدخل وان الحكومه تكون على الحياد، وما هو حصل بالفعل ده حقيقي. الا ان المسؤولين ان قالوا ده فهم في الاول وفي الاخر هم مواطنين، فده اعتقد ان هو كان مجرد تعبير عن راي، ولا اعتقد تماما ان ده ادى الى تدخل او ادى الى انحياز لشخص دون الاخر. النقطه اللي برضو عايز اتكلم فيها مساله المدنيه والمرشح المدني، اعتقد ان سياده المشير قلع او خلع البدله العسكريه وظهر بشكل مدني، والا لما كانت تقبل اوراقه بصفته شخص مدني خالع او خارج الخدمه العسكريه. وكلنا عارفين ان شارل ديجول مثلا او احد اغلب من غيروا التاريخ هم كانوا قاده عسكريه، واحنا طبعا ده مش بنأيده، ولكن مساله بنتكلم ان هي ليس الشرط ان يكون مدنيا بمعنى شرط، ولكن ده ما تم الاستقاله عليه يعني. بالظبط. طيب استاذ سامر اشار الى ان هناك اناس نزلوا على الثورتين بالباراشوت، هل انت تتفق معاه في هذا الراي؟ شايف زي مين مثلا؟ اعتقد ان كلنا لازم نجمع على ده ان على الثورتين، خلينا على 25 يناير تحديدا وما تبعها او ما تلاها، ده اظهر من وصول الدكتور محمد مرسي وجماعته ومحاوله على السيطره. طيب 30 يونيو، 30 يونيو اعتقد ان قد ممكن ان انا اختلف مع استاذ تامر في النقطه دي. اعتقد ان الفرصه او المجال مفتوح للجميع، وانحصار المتقدمين على شخصين او على مرشحين فقط ده كان راجع لارادتهم هم الشخصيه، ولكن اعتقد ان الباب كان مفتوح من اللجنه العليا للانتخابات لاي عدد من المرشحين، فاعتقد ان ده ليس له اي دور او ليس له اي طرف او ليس له اي تدخل من الدوله في النقطه دي. عاوز تقول حاجه؟ اتفضل سريعا. اولا في ثلاث نقط رئيسيه اللي هي فكره ان المسؤولين مواطنين، في الحقيقه المسؤول مواطن، انما عندما يكون مسؤول فهو بيبقى مش استقال الراجل محافظ الوادي الجديد. لا ما انا بقول لحضرتك على حاجه، انا قلت لا محافظ الوادي الجديد اكيل بالمناسبه واحنا حيينا ده كويس. لكن قدمنا اكيل ولا استقال؟ لا اكيل، لكن قدمنا قدم استقالته هو على فكره. بالظبط. بس كمل يعني. لا هو اكيل عشان المعلومات الواضحه انه اكيل. طلب منه انه يقدم استقالته، ده كلام. طيب. هي نفس المعنى. الجزء الاخر ان احنا لما بنتكلم على ان احنا قدمنا لرئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب مجموعه من التجاوزات اللي تمت قبل الانتخابات، لان ما ينفعش وزير يقول لك انا بايد السيسي او السيد عبد الفتاح السيسي مرشح وزير الشباب وفي الاخر يفضل في مكانه حتى بعد، لانه في الحقيقه هو عبر عن انحياز وتوجه. اذا كاتب يعني طبيعي ان هو عايز يبقى مواطن يمارس جميع حقوقه السياسيه، يتخلى عن مسؤوليته. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان اذا كنا بنتكلم على قائد ثوره 30 يونيو، فاعتقد ان ثوره 30 يونيو قائدها هو الشعب المصري العظيم، وعشان كده احنا لما اتكلمنا على اننا لا نحتكر الثوره، احنا جزء من الثوره المصريه لكن لا نحتكرها لانفسنا، ده الجزء الرئيسي. بيتكلم على ان 30 يونيو ثوره شعبيه بامتياز،
يعني انحاز ليها الجيش الوطني العظيم اللي احنا بنقدره وبنعرف دوره، لكن في الحقيقه ما فيش حد ليه فضل على الشعب المصري لولا خروج الملايين في الميادين لما انجزنا ثوره 30 يونيو، ولولا خروج الملايين في 25 يناير لما انجزنا ثوره 25 يناير. واذا كنا بنتكلم على دور السيد عبد الفتاح السيسي في 25 يناير انا ما كنتش حابب اتكلم في ده، ما هو المجلس العسكري هو اللي سلم السلطه للاخوان، فاذا كنا نتحدث على ان الاخوان وصلوا السلطه والحكم فوصلوا السلطه باتفاق جزئي مع المجلس العسكري. تعالى نتحدث عن اول استفتاء على الدستور، على تعديل الدستور، كانت القوى الوطنيه كل القوى الوطنيه مع رفض هذا الاستفتاء ومع دستور جديد يليق بالشعب المصري بعد 25 يناير، وكانت المؤسسه المجلس العسكري وجماعه الاخوان المسلمين مع تعديل الدستور. الجزء الاخير انا اقصد بالباراشوت النظره العسكريه يعني. بجزء بشكل بسيط ان هناك بعد 25 يناير انجز الشعب المصري ثوراته في 25 يناير، فركب الاخوان الثوره ووصلوا للسلطه. بعد 30 يونيو يحاول الفلول العوده للمشهد مره اخرى، فلول نظام مبارك العوده للمشهد مره اخرى من خلال 30 يونيو. نحن عشان كده احنا كنا واضحين من البدايه، نحن مع 25 يعني من نرى ان من يرى 25 يناير مؤامره لا نريد وليس معنا، ومن يرى ان 30 يونيو انقلاب لا نريد وليس معنا، لان في الحقيقه كل طرف من الاطراف اللي هم الاخوان والفلول، الاخوان يروا ان 30 يونيو اطاحت بهم فلا يريدون الاعتراف بها، والفلول يروا ان 25 يناير اطاحت بهم فلا يريدون الاعتراف بها. الازمه ان السلطه حتى الان لم تصل للثوره، الشعب المصري قام بثورتين بس السلطه ما وصلش، الثوره ما وصلتش للسلطه. اتفضل يا استاذ لؤي. طيب انا عايز برضو ااكد على كلام الاستاذ تامر في نقطه ان الشعب هو اللي نزل والشعب هو اللي كان صاحب القرار في 30 يونيو، ولكن حسم المعركه او يعني اعتقد المعركه صح التعبير وباكد عليه ان حسم المعركه هو كان بقياده المجلس العسكري وبقياده المشير عبد الفتاح السيسي. النقطه الاخرى وليس دفاعا عن وزير الشباب، لكن اعتقد ان هو نفى مساله تاييده لمرشح دون الاخر. طيب. النقطه في نقطه اخرى عايز اتكلم فيها. طيب. لو سمحت لي، ان المعركه واحده هدفنا هو الوصول بمصر الى بر الامان بغض النظر عن من سيكون صحيح. في المسؤوليه. عايز اكد برضو في مساله على موضوع البرنامج، ان البرنامج ليس ورقه مكتوبه. انا ممكن اكتب لحضرتك دلوقتي واحنا مع بعض اكتب لحضرتك برنامج لسياده المشير ونقول ان هو ده البرنامج وخلاص يبقى وقف الموضوع على كده. لا، اعتقد ان حضرتك قريت او سمعت او شفت الخريطه الجديده لمصر. دي احد المشروعات اللي موجوده بالظبط. ولا خريطه ده محور التنميه ده احد المشروعات، لكن انا بتكلم عن خريطه توزيع جغرافي المحافظات بالظبط، ده وصولها ل 32 محافظه. مساله زياده الرقعه السكانيه اللي هي برضو دي اللي بتكلم فيها وفي نفس الوقت عايز اخر نقطه عايز اتكلم فيها مساله ال 5 مليون مشروع اللي اتكلم فيها استاذ سامر. اعتقد ان ده رقم مبالغ فيه، وانا لو سمحت لي مع اختلاف التشبيه، لكن عايز يعني اشبه او اربط بينه وبين ال 200 مليار دولار اللي كان الدكتور محمد مرسي بيقول ان هم احد اهم محاور مشروع النهضه. فاعتقد الموضوع 5 مليون يعني جايز، انا قد اعتبر كمواطن مش كاحد اعضاء او احد افراد المؤيدين لسياده المشير. اعتقد ان ممكن مشروعين او 5 مشاريع قوميه او اعداد بسيطه تكون افضل بكتير من 5 مليون وارقام خرافيه بالمنظر ده. طيب قبل الفاصل وايضا المره الثانيه بشكل من الرصد دون التحليل، وهاخد تعليق من استاذ تامر ممثل حمله حمدين صباحي مع حفظ الالقاب بعد الفاصل. لؤي اباضه هو عضو التنظيم المركزي لحمله المرشح عبد الفتاح السيسي، هو شاب ما زال في جامعه القاهره في سنته الرابعه، ربما ده رساله بتريد بها الحمله من خلال الاعلام تؤكد ان معها قطاع من الشباب، وليس كما يقال ان الحمله تخلو من الشباب وان جل وليس كل شباب مصر ربما يعني منحازون الى مرشح حمدين صباحي. أكد حمدين صباحي المرشح الرئاسي رفضه لنظام الخصخصة ووصفها بأنها جزء من نظام فاسد، مشيرا خلال مؤتمره الانتخابي الأول بالإسكندرية اليوم إلى قيامه حال توليه الرئاسة بإنشاء مصانع صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب. تنظم حركة السادس من إبريل الجبهة الديمقراطية فعاليات حملة ضدك لمعارضة ترشح المشير السيسي لانتخابات الرئاسة خلال الأسبوع الجاري، والتي دشنتها مساء أمس بمحافظتي الغربية والدقهلية من خلال توزيع برشورات على المواطنين ولصق بوسترات عليها كلمة ضدك على جدران وشوارع المحافظات.
نظمت حملة نهوض من أجل مصر بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية وقفة تضامنية من أجل دعم المشير السيسي، رافعين عددا من اللافتات. كما علقت الحملة البوسترات الخاصة بالمشير على الحوائط ودعوا المواطنين إلى دعم المشير من خلال وقفتهم. بلغة الأرقام، من سن 18 لسن 40 في مصر ربما في الكتلة التصويتية يعني لهم حق التصويت ربما يمثلون 60% أو أكثر قليلا يعني. وكان هنا في كلام على توزيع الأصوات في الانتخابات اللي هتبدأ كمان 10 أيام، وإن في كلام أيضا إن ربما يكون حظ الشباب يميل إلى ناحية المرشح حمدين صباحي ولا يميل ناحية المرشح فتحي السيسي. وقلنا قبل الفاصل إن والله يعني أحد أعضاء التنظيم المركزي هو ما زال في السنة الرابعة ومشرفنا، وهناخد تعليق من أستاذ تامر. هو انا بس التعليق اللي عايز اتكلم فيه اللي هو حديثه اي حوالين فكره ان 5 مليون مشروع بيفكرني ب 200 مليار ده مش سؤالي خالد، ده حاجه تانية بس اتفضل. ما انا ده بس ده تعليق مهم يعني لانه في الحقيقه انا حبيت اتكلم عن مرشحي وما حبيتش اجرر فكره ان يبقى في 1000 عربيه وتفصيل بالشكل ده، بس انا مضطر ارد على 5 مليون مشروع لان اذا كنا بنتكلم عن برنامج انتخابي فانا بتكلم على ان في سوق العمل، اذا كان الحمله الاخرى لا تعرف ان بيدخل سوق العمل في مصر 1.5 مليون راغبي في عمل او طالبي فرص عمل كل سنه. طبقا للارقام الرسميه 60% منهم تقريبا ما بيحصلوش على فرص عمل. طبقا للتقديرات غير الرسميه ان تقريبا 80% ما بيحصلوش على فرص عمل، يعني انت في الحقيقه محتاج 1.5 مليون فرصه عمل كل سنه. احنا بنتبنى مشاريع قوميه كبرى ووسطى وصغرى ومنتهيه الصغر. 5 مليون مشروع دول بتكلفه محدده. سؤال بقى انت هتجيب التكلفه منين؟ انا هضرب 3 امثله لانه في الحقيقه احنا عندنا برنامج انتخابي، فلما اطرح برنامج الانتخابي للناس انا بعمل عقد انتخابي بيني وبين المواطن. اذا ما قدرتش انفذ هذا البرنامج، انا في الحقيقه المره اللي فاتت السيد محمد مرسي وجماعه الاخوان كانت بتوعد المصريين بتدفق الاموال من الخارج، احنا بنوعد المصريين ان احنا نبني مصر من الداخل، وده الفرق، وبنقول لهم برنامجنا الانتخابي يبني مصر من الداخل. انا بتكلم على ثلاث حاجات مثلا رئيسيه لها علاقه بتوفير ميزانيات لتحقيق مشروعاتك الاقتصاديه. اول حاجه لها علاقه باعاده دعم الطاقه وهيكله الدعم. في رؤيتين في اعاده هيكله الدعم، في رؤيه تتعلق بالكلام اللي بيتقال حوالين فكره ازاله الدعم او رفعه. انت ودي تخش في تفاصيل البرنامج؟ لا انا بتكلم عن نقطه، انا ما اتكلمتش على تفاصيل البرنامج اللي هو لما اتكلم على 5 مليون مشروع بالتالي ليا حق الرد. فهتكلم بشكل سريع على طب بس انت رديت اعتقد عاوز تكمل في تفاصيل، بس عندك كذا حاجه عاوز اتكلم فيها. انا هتكلم في ثلاث نقط في 30 ثانيه يا سيد. لما اتكلم حوالين فكره وهي مؤشرات على انحيازاتك الاجتماعيه، اذا اتكلم على اعاده هيكله الدعم فانا بتكلم على ان البرنامج بيقول ان 128 مليار جنيه ده هيكله الدعم السنوي اللي بيوجه للطاقه. لما اتكلم عن 60% منه لمن لا يعلم يوجه لشركات كثيفه استهلاك الطاقه كثيفه الربحيه، فلما اجي اعيد هيكله الدعم انا هوفر 60% منه، يعني هوفر ما يقارب من 60 او 70 مليار جنيه. ده الجزء الاولاني. هم في الحقيقه لما حبوا يوفروا وفروا ال 5% اللي بتوجه للغاز المنزلي عشان يرفعوا الاسعار. ده الجزء الاولاني. الحكومه هنخش في تفاصيل رهيبه، ما ده برضه ده معناه ان اسعار المنتجات اللي بتطلع من المصانع دي هتترتفع. هنخش في تفاصيل رهيبه. لما تيجي ما نتكلمش التفاصيل، مش هتكلم تفاصيل بس صحيح برضه. ليه؟ لان في الحقيقه الشركات دي بتبيع لنا المنتج بالسعر العالمي، هم في الحقيقه داخلين في علاقات غير متوازنه مع الدوله شبه الفساد والغبن على المصير. الجزء الثاني سياسات ضريبيه تصاعديه بتطبق في كل العالم ما عدا مصر. الجزء الثالث وتشييد الانفاق الحكومي اللي بيصرف على المستشارين ومنها مؤسسه الرئاسه. واعتقد ان احنا اول من اعلن ان في حاله ان احنا ملتزمين بالحد الادنى والاكثر اجور، وان السيد حمدين صباحي سيلتزم بانه ياخد اقل من الاكثر اجور عندما يصبح رئيس باذن الله. ده الجزء الاولاني. فعندنا برنامج. اخر نقطه بس عايز اقولها ان في الحقيقه البرنامج الانتخابي هو وعد انتخابي، لا يملك احد من المرشحين انه يتحدث عن ان البرنامج الانتخابي غير مهم او غير موجود او غير مطروح للشعب المصري. كنا نرغب في برنامج انتخابي نناقشه. طيب سؤال ايه بقى؟ السؤال ايه السؤال بقى؟ لو موضوع الشباب بقول يعني فكره ان الحمله بعثت اليك اليوم يعني باعاده شبابها مثلا، يعني اهلا بيك طبعا. اهلا هي برضه رساله. اهلا اهلا بيه. احنا في ميزه في التفصيل، اذا كنا بنتكلم عن الشباب فهم شبابهم مع مدى المستقبل 60% من قوته الحيه، 60% من اللي عندهم. حتى لما بنتكلم على ازمات المجتمع، اذا كنا بنتكلم على ازمه بطاله او سكن او تفصيل بهذا الشكل مرتبطين بفكره الشباب. اذا كنا بنتكلم على فكره الشباب في الحملتين، اعتقد ان في شباب في الحملتين. تقدرهم بقد ايه تقريبا؟ تقريبا يعني انا عايز اقول على حاجه، انا هتكلم عن حملتي لاني ادرى بيها، ربما لو اي يتكلم عن حملته لانه ادرى بيها. طيب. يعني انا بتكلم عن حملتي ان عمادها الرئيسي هو عمادها الشباب. كام في الميه تقريبا يعني من قوه الحمله؟ لا انا تقريبا يعني بقى في فرق ما بين حاجتين، ما بين قوه المؤيدين، عدد المؤيدين، وما بين قوه الحمله. اذا كنت بتكلم على قوه الحمله فانا بتكلم على 80% تقريبا من قوه الحمله هم من الشباب. بل بالعكس احنا بنقيس الشباب هنا مش بمنطق السن بس، بمنطق الرؤيه. يعني ان ال 20% اللي ممكن يكونوا عدوا سن الشباب يفكرون بطريقه الشباب، عندهم رغبه في تمكين الشباب، فاهمني؟ رؤيتهم الثوريه والفكريه والانحيازات هي ما يؤمن به الشباب بينحازوا لثوره 25 يناير و30 يونيو واهدافها. طيب استاذ لؤي، قد ايه حجم الشباب تقريبا عندكم في الحمله؟
طيب افاجئ حضرتك واقول لك 100%. 100% شباب فعلا اعتماد كلي على عليهم، وده شرف لينا، ونتمنى ان احنا نكون قد المسؤوليه. واي من كان من ذوي الخبره فهو بيكون ليه حق الاستماع او بيكون ليه حق ابداء الراي عفوا، واحنا فعلا بنتعلم، لان بالتاكيد يعني بينقص الشباب الخبره، وواجب الشباب ان هو يتعلم. 100% ولا 99.9%؟ لا 100%، هو باكد لحضرتك ده. طيب النقطه الاخيره بس لو سمحت لي، انا عايز اقول كلمه سياده المشير عايز اكررها. الا وهي ان انا مش هستنى الشعب ينزل ضدي، او مش هستنى عفوا الجيش ينزل عشان الشعب يعني تأييدا للشعب. هو قال لو يعني اعتقد ان ده ضمانه كافيه لاداء سياده المشير في الاربع سنين على الاقل حال نجاحه ان شاء الله. وسيد حديق قال كده برضه تقريبا صحيح، يعني هي فكره ان الرئيس القادم يعلم تماما انه او وعد باي من كان انه هو الله يعني مش هينتظر موقف القوات المسلحه من رفض الشعب ليه او لقبول الشعب. ودي حاجه تحسب للاثنين الحقيقه. كويس. ليه عندكم مشكله يا استاذ تامر في الاعلانات؟ ليه مش شايفين اعلانات لمرشح حمدي؟ انا بس في نقطه رئيسيه علق عليها. الوقت هيخلص. اولا انا كنت اتمنى انه ما اقولش 100%، لان لو حد يقول 100% يبقى احنا، لان السيد حازم عبد العظيم امين لجنه الشباب فوق ال 50 سنه، فازاي تبقوا 100% وامين لجنه الشباب معدي ال 50 سنه؟ امر غير يعني طبيعي. يعني لجنة الشباب مش جزء من الحملة، معلش أولا مش جزء رسمي. بس خلص كلامك كله. أنا آسف على المقاطعة طبعا، لكن بأكد برضو إن الاعتماد أنا حضرتك أنا بس بتكلم على فكرة، حتى لو أنا ما أعرفش ترتيب الحملة بشكل إيه، بس أنا اللي طلع لي من الحملة الرسمية إن دي لجنة مش جوه ناس كده. لا لا إذا كنا بنتكلم على لجنة الشباب في الحملة الرسمية زي ما صدرت للإعلام، وأعتقد إنها وصلت لكم ترتيبها يعني وأسمائها، فالسيد حازم عبد العظيم فوق ال 50 سنة هو أمين لجنة الشباب، فإزاي تقول لي 100%؟ ده كلام مش صدق. أنا برضه بأكد لحضرتك إن لجنة الشباب، وأنا آسف على المقاطعة برضه مرة ثانية، لكن لجنة الشباب هي ليست جزء من الحملة الرسمية. يعني السيد محمود بدر والسيد حازم عبد العظيم ليسوا جزء من الحملة الرسمية؟ هو السيد محمود بدر اعتقد انه يعني مش جزء من الحمله الرسميه. لا مش جزء من الحمله الرسميه طبعا. يعني سجل دي يا استاذنا، السيد محمود بدر وحازم يعني عبد العظيم ليسوا جزء من الحمله الرسميه. لا اسمح لي، انا بتكلم عن التنظيم. بس 30 ثانيه يا جماعه. انا بتكلم عن التنظيم. التنظيم انا بتكلم عن التنظيم اللي هو المسؤول. لا انا بتكلم عن التنظيم شباب واعلام. تمام، قلت حاجه لازم هو يعرف. طيب اوكي. طيب انا بتكلم من برضو وباكد ان هي نسبه 100%. واي طب بس حلل اللي هو اداره بيه استاذ حازم. استاذ حازم عبد العظيم، اولا هي مش الجزء الاساسي، مش الجزء الاساسي او الجزء الرئيسي المتحكم في الاداء الحمله. اللجنه الشبابيه يعني تقريبا لابداء الراي، وطبعا بنحترمهم وعلى علاقه كويسه او علاقه قويه بيهم، وكلنا هدفنا واحد، ولكن برضو باكد ان الاعتماد فعلا بنسبه 100%. طيب لازم اشكر. لا خلاص لازم طيب اشكر. طيب الطالب بالفرقه الرابعه جامعه القاهره اقتصاد وعلوم سياسيه لؤي اباظه، وعضو التنظيم المركزي لحمله المرشح عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم. الاستاذ تامر هنداوي المتحدث الاعلامي لحمله المرشح حمدي صباحي، والخليج طبعا اكيد برضه بس من شويه يعني. شكرا جزيلا ليك. وخلينا بس نقول لكم قبل ما نختم ان اخر رقم من اللجنه العليا للانتخابات يؤشر إلى 143 ألف مصري حتى الآن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 124 دولة عن طريق 141 لجنة. شكراً وإلى اللقاء.